قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا نتعرف منها على أخبار الطقس، وكمان نعرف منها الحالة المرورية في القاهرة والمحافظات. يدينا صباح الخير. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا منى، صباح سعاده وتفاؤل على كل المواطنين في كل مكان. صباح الخير يا دينا، النهارده اليوم كان صعب قوي عشان نوصل للمب بالظبط، واحنا جايين كانت الشبوره كثيفه جدا، يمكن بتصل لحد الضباب، يعني احنا ما كناش شايفين الطريق فعلا قدامنا خالص واحنا جايين. ده انت ما مريتش بيه يا شاذلي، بس احنا مرينا بيه. ده الطريق كان كويس بالنسبه لي. خلونا دلوقتي ناخدكم كده في جوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. هنبدأ جولتنا معاكم من عدد من المحافظات، وبنأكد على حضراتكم أن طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي تم فتحه بعد إغلاقه لعدة ساعات ده بسبب الشبورة الكثيفة اللي ظهرت بشدة مع منتصف اليوم وحتى بعد الفجر، وتم الإغلاق للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. وطبعا لازم نناشد قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة. هنبدأ بقى جولتنا معاكم من محافظة القاهرة ومن ميدان عبد المنعم رياض، اللي بيشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، في كمان في شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. لو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك برضو في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي في سيولة مرورية. في كثافات أخرى عند الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ناخدكم لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع ترسة، اللي بيشهد بعض الكثافات المرية نتيجة غلق الشارع في الهرم في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة، لكن محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، وبيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. في بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على طريق الإقليم بيفضل انت تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان ما فيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي بقى من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. ونروح معاكم جولتنا لمحافظة بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في محافظات مصر والحركة المرورية تعالوا دلوقتي نتابع معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في السلوم 24 درجة.
هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية، وخلوني أرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.